سلام من الله عليكم متابعي قناة أحداث وحقائق على هذه الأرض. لا أحد منا استطاع أن يكتشف كل ما عليها من أمور غريبة، حيث تكلمنا في مواضيع سابقة عن غرائب الأرض وغرائب باطنها وسطحها. وفي هذه المرة سنسافر إلى غابات العالم الكبيرة لنتعرف على غرائب الثمار هناك. في هذا التقرير سنذكر لكم أغرب أنواع الفواكه على وجه الأرض والتي قد تراها أو تسمع بها للمرة الأولى في حياتك. ابقوا معنا. ثمرة لوميتو. هذه الفاكهة غريبة جدا، حيث أنها مزيج من الليمون والطماطم، فخارجها على شكل ثمار الليمون وداخلها على شكل ثمرة الطماطم. هذه الفاكهة الغريبة ناتجة عن تجارب تهجين قام بها مجموعة من العلماء، حيث اعتمدوا على إيجاد طماطم معدلة وراثيا تحمل رائحة الليمون والورد. ولكن بعد زراعة هذه الفاكهة وعرضها على 82 خبيرة، قالوا إنها مائلة إلى رائحة العطر وطعمها مثل عشب ورد الليمون. ثمرة كيوانو. هذه الفاكهة ليست أقل غرابة من سابقتها، فهي تبدو مثل الفواكه التي شاهدناها في أفلام بلاد العجائب، ولها أكثر من اسم، حيث تسمى أيضاً الخيار ذا القرن الإفريقي، ويطلق عليها أحياناً القرع المغطى أو السمكة المنتفخة. هذه الفاكهة مزيج بين البطيخ والخيار، قشرتها صفراء مائلة للبرتقالي ومغطاة بأشواك حادة، وداخلها عبارة عن ليمون أخضر كثيف المزيج ذي مذاق لاسع. تنمو هذه الفواكه في مناطق مختلفة حول العالم، في الميسيسيبي وإيطاليا وكاليفورنيا والبرتغال. ثمرة رامبوتان. من أشجار الرامبوتان ولدت هذه الفاكهة الغريبة، التي هي عبارة عن توت بيضوي تنمو وتتكتل لتصبح عنقودا مكونا من 20 حبة، قشرتها جلدية محمرة بشكل طبيعي ومغطاة بالأشواك، وداخلها زهري اللون شاحب، ولكن مذاقها حلو جدا مع القليل من الحموضة. ووفقا للأشخاص الذين تذوقوا ثمار الرامبوتان، قالوا إنها تشبه طعم العنب، وغالبا ما تؤكل مثل الفواكه الطبيعية أو تخبز مع الفطائر والحلويات. ثمرة آكي. في إفريقيا الغربية الاستوائية وجدت هذه الفاكهة الفريدة من نوعها، والتي هي على شكل ثمار الكمثرى، وعند نضوجها تتحول إلى اللون الأحمر أو الأصفر البرتقالي، وتحوي بداخلها على 3 بذور سوداء لامعة محاطة بلحم أبيض أو أصفر. غالبا ما تستخدم هذه الفاكهة في المطبخ الجامايكي، حيث تغلى على النار لمدة 5 دقائق قبل الأكل، وتستخدم أيضا كدواء بعد تجفيفها. ولكن وقبل أي شيء يجب أن تنضج جيدا قبل قطفها. ثمرة باين بيري. تعرف أيضا بفراولة الباينو، حيث يعود منشأها الأصلي إلى أوروبا، وتشبه إلى حد ما الفراولة، لكنها أصغر منها حجما وأبيض لونا مع بروز البذور الحمراء للخارج، وتتواجد بشكل أكثر في فصل الربيع. هذه الفاكهة مقاومة للأمراض ولها العديد من الاستخدامات الطبية، ولكن المزارعون لا يقومون بزراعتها بشكل كثير، وذلك لعدم وجود ربح وفير منها، ولذلك من الصعب إيجادها والحصول عليها، وقد تم بيعها للمرة الأولى في الولايات المتحدة عام 2012. ثمرة هالة. تعد من الفاكهة المحلية في شرق أستراليا وجزر المحيط الهادئ وماليزيا. تتألف من الداخل من 38 إلى 200 جزء عرضي، وخارجها مكون من قشرة ليفية سميكة، ويمكن أكلها مباشرة أو بعد طهيها، وغالبا ما تستخدم في مطابخ مالديفيا. الكثير من الناس تستخدم ألياف هذه الثمرة كخيط طبيعي للأسنان، وتستخدم أوراقها أيضا كتوابل لأطباق الحلوى مثل مربى كايا، ويقال أن لها خصائص طبية